أهلا أولاد وبنات، هذه آنسة الملك أكلمكم اليوم. اليوم هو يوم الاثنين، 4 مايو، أو مايو يوم 4. سوف نتعلم اليوم عن عيد الفطر، وهو العيد اليوم الذي نحتفل به بعد رمضان. رمضان هو الشهر الذي نصوم فيه ولا نأكل ولا نشرب طوال اليوم. أريد من جميع أصدقائي أن يتعلموا عن عيد الفطر، لأنها مناسبة جميلة يحتفل بها بعض الأصدقاء في الصف والصديقات في الصف. أهلا أهلا بعيد الفطر. بعد شهر صيام طويل، استيقظ كريم صباح يوم عيد الفطر فرحا وقال: ياي، اليوم هو يوم العيد. غسل كريم وجهه ونظف أسنانه. لبس كريم ثياب العيد الجديدة، ثم مشط شعره. قبل كريم ماما وبابا وراح يغني أغنية العيد: أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، هاي 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 هاي، العيد فرحة تتتة، أجمل فرحة تتتة. العيد هو اليوم الذي يحتفل به الأطفال بعد رمضان. ذهب كريم مع بابا إلى المسجد ليصليا صلاة العيد. بعد ذلك ذهب كريم وريما وماما وبابا لزيارة بيت تاتا وجدو. تاتا يعني جدتي، وجدو يعني جدي أو الجد والجدة. بعد أن أخذا العيدية من ماما وبابا، ذهبا مع ماما وبابا إلى مدينة الملاهي. انظروا إلى مدينة الملاهي، جميلة، هنالك ألعاب كثيرة يمكن أن يلعبها الجميع. ركب كريم السيارات المطاطية، وركبت ريما وبابا الدولاب الهوائي. جلس كريم على المقعد بالقرب من ولد يبكي، وسأله قائلا: مرحبا أنا كريم، لم تبكي؟ قال الولد: أهلا أنا رمزي، وأنا أبكي لأن لا مال معي لألعب بهذه الألعاب. أوه يا إلهي، أنا حزين جدا. حزن كريم على صديقه الجديد رمزي فأعطاه عيديته ليلعب. شكر رمزي كريم وفرح كريم بما فعل. قال: ياي، أنا ساعدتك رمزي، وهذا عمل جيد. عاد كريم إلى البيت مع ريما وماما وبابا مسرور بالعيد. انتهت القصة. الآن يا أولاد وبنات، أنا سوف أنتقي لكم بعض الكلمات لتكتبوا لي الجمل. أنا أريد جمل جميلة وجديدة، لا أريد أي جملة فيها ماما وبابا، لأنكم كبار ويمكن أن تكتبوا جمل بكلمات جديدة. شكرا، مع السلامة.